السلام عليكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا تفضل. اهلا وسهلا يا عمي. احنا جايين طالبين ايد بنتك لابننا احمد وامين منك القبول. حياك الله حسب عادات وتقاليد اهل البلد، بس بدنا نشاور البنت. يا سيدي حياك الله وحقها وتفضل. حياك الله. عن اذنكم اشاور البنت. حياك الله. كيف حالك يا بابا؟ الحمد لله. زارنا اليوم جارنا ابو احمد، هو ابن احمد وطلب ايدك لابنه احمد، شو رايك؟ موافق بس عندي شروط. اول شيء حابه اكمل دراستي الجامعيه وحابه اشتغل بعد التخرج. احنا هذه الامور تفاهمنا عليها، بس انا حابه اسجلها مع الزواج. عزيزتي الفتاة، القانون يعطيك الحق لوضع شروط خاصه في عقد الزواج لضمان حقك.